وفي كلمته أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر تفتخر بانتمائها الأفريقي، مشددا على أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف وتوحيد الرؤى لمواجهة مختلف القضايا والتحديات النوعية. كما أكد رئيس مجلس النواب أن مصر بكافة مؤسساتها تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة. لعلكم تتفقون معي أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف على كافة الأصعدة والمستويات في مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة لتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية، خاصة على صعيد التعاون القضائي وتبادل الأفكار والخبرات، لا سيما في ظل موجة عنيفة من الإرهاب أضحت معها ثمة حاجة ملحة لتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات التي نحمل على عاتقنا جميعاً مواجهتها. وفي هذا الإطار تولي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، انطلاقاً من اعتزازها بالانتماء الأصيل لقارتها الأفريقية.